يجي له الصحابي يقول له، يقول له ايه يعني في قلبي يأتيني الشكوك، من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يأتيني الشك ويقول من خلق الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يطيب خاطره يقول له ايه، ذاك طريح الايمان. شفت الحلاوة، شفت حلاوة النبوة. مش يقول له يخرب بيتك وامسكه من قفاه كده زي ما بيمسكوا الناس في مراكز البوليس، ايه اللي بتعمله ده؟ سيدنا رسول الله طبيب القلوب. سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول ايه، المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، كأنها جبل فوقيه كده خايف منه، ده المؤمن. والفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال هكذا، يعني باستخفاف سهل. طيب انت كده خليت قلبنا بقى يتعثر في الذنوب والندم، لما يعني خلاص الواحد بقى مش طايق نفسه، عايز يلم عشرة ويدي لكل واحد عشرة جنيه ويدي لهم عصاية ويقول له انزل علي ضرب عشان اتأدب من اللي انا عملته في نفسي بعد الكلام اللي احنا ايه سمعناه. يقوم يطيب خاطرك بقى في ايه، في الحكمة اللي بعدها، عشان ما يعظمش عليك ذنبك فيخليك يعني مش قادر بقى تتحرك من كتر الاكتئاب، بقى يجي لك اكتئاب وتقول لي افتح الله بقى، ده انا كده خلاص ضاع عمري يا عم. لا، يقوم يطيب قطرك يقول لك ايه، لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله. فيرجع يردك تاني يفوقك بقى بعد ما اداك ألم، يقول لك معلش طبطب عليك، خوف ورجاء، خوف ورجاء عشان توصل. فإن المنبت لأرض انقطع ولا ظهر الأرض. فبعد ما اداك ألم كفاك على وشك وعرفت انك انت مذنب وفاتك الكتير وما تعرفش باقي قد اللي فات ولا لا من عمرك، الله أعلم يجي علينا رمضان هنبقى نفس الوجوه ولا هنبقى ناقصين، محدش يعرف. فيقول لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله. طلع عند حسن ظن عبده. أهل البداية، البداية اللي هو بادي في الطريق مع الله، الخوف يغلب عنده على الرجاء، فالخوف عنده يجعله دافع إلى فعل الطاعات لأنه هو محتاج الحكاية دي. زي التلميذ في بداية عمره الدراسي تلاقيه إيه؟ خايف من الامتحان، فيذاكر كتير يذاكر كتير، أما يقدم ويبقى داخل على الدكتوراه بقى ويقدم بقى خلاص يبقى يمكن صبع عليه الامتحان وينام. أنا أيام الدكتوراه كنت أحلى نوم أنامها قبل الامتحانات والله، لكن مثلا وإحنا في ثانوية عامة كنا إيه؟ حريقة في المذاكرة. كذلك اللي في حق أهل البدايات، أهل البدايات مع الله يغلب عليهم الخوف، فيقوم ده ينشطهم إلى الطاعات، يبقى باستمرار ماشي موتور طاعات شغال، لأنه غاية من شدة الخوف، لحد ما يبقى إيه؟ توسط في الطريق، يقوم يبتدي يهدي بقى، يقوم يجي الخوف والرجاء يبقوا قد بعض. بدأ يهدى بقى، يلقط نفسه، يلقط نفسه في الطريق إلى الله. الأول كان مكروب، شايف إنه فاته كتير وأثر كتير والعمر اللي جاي قليل، فبيجري يلحق. وبعدين بعد ما يجري وربنا يثمر في قلبه بعد آثار الطاعات، يبتدي يتوزن مع الخوف والرجاء، يتوزنوا مع بعض، يبقى موجود. ثم إذا وصل فعرف الله غلب عليه الرجاء. فهمت؟ طيب البني ادم بيمر بايه؟ بالمراحل دي كلها. وعلشان كده لما الانسان عند موته، لما ربنا يرزقه حسن الظن بالله يعني الرجاء، يكون الله عند ظنه. ودي حسن الخواتيم، انك انت تموت وعندك حسن ظن بالله، يا سلام. انما واحد على فراش موته كده وآيس من رحمه الله، ربنا يلقي في قلبه حال الموت الخوف واليأس، دي علامة سوء الخاتمة. إنما لما يبقى في فراش الموت وربنا يلقي على قلبه الاطمئنان والراحة والشوق إلى لقائه، دي علامات حسن الخاتمة. فربنا يرزقنا حسن الخاتمة. فلا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله. ودي كنت عارف قصة الراجل اللي هو قتل 99 نفس
وبعدين راح قالوا له لا مالكش توبة، فراح كملهم مية وقتل الرجل اللي قاله مالكش توبة، لحد ما وصل لعالم من العلماء قالوا لا ليك توبة بس اترك أرض السوق وشلة الأنس والجلجلة اللي كانت بتساعدك على البلاوي دي، روح بلد تانية محدش يعرفك فيها وتقعد انت معاهم وتعبد الله. فهاجر من هذه البلدة وهو في الطريق مات، فجت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب مش عارف هو إلى أيه، ده هو لسه ما وصلش الأرض الطاعة ومدي ظهره الأرض المعصية ومات في السكة. فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب مين اللي ياخده، فاختصموا عند ربهم، فقال الله قيسوا ما قيسوا بينه وبين القريتين، ويأخذه ملائكة القرية اللي هو ليها أقرب، إن كان لقرية المعصية أقرب يوم إيه تاخده ملائكة العذاب، إذا كان لقرية الطاعة أقرب تاخده ملائكة الرحمة. فربنا سبحانه وتعالى لأنه قابل توبته ويحب توبة العبد المؤمن، شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه الرسول صلى الله عليه وسلم، جمال تعبير النبي، إن الله يفرح بعبده التائب فرح الظمآن الوارد والعقيم الوالد والضال الواجد. شفت جمال النبوة لما يجي يعبر عن فرح الله بتوبة العبد. شوف انت لما تبقى ظمآن وميت من العطش لسانك ده خلاص هيخرج منك من شدة العطش، ويجي لك بقى كوباية المية تفرح قد ايه. ان الله يفرح بتوبة العبد فرح الظمآن الوارد اللي هيشرب، والعقيم الوالد، واحد متجوز بقاله 50 سنة وما بيخلفش فجأة مراته حملت وجابت له ولد، ايه ده ايه الفرح ده، الدنيا مش سيعان الفرح. ربنا بقى افرح بتوبة العبد من الجدد والضال الواجد، واحد تايه في صحر مش تايه حد ينقذ صح وماشي مش عارف اليمين من الشمال من الجنوب من مش عارف لو مشي كده هيوصل ولا هيزداد بعده، ولو مشي كده يوصل ولا يزداد بعده، فضال فسلم نفسه بقى للضياع، وفجأة يلاقي قافلة تنقذه وتعرفه الدليل. شوف فرحه قد ايه، كأنك كتب له عمر جديد. كذلك الله يفرح بتوبة العبد اشد من فرح هذا، ان الله يفرح بتوبة العبد من فرح الظمآن الوارد والعقيم الوالد والضال الواجد. شفت جمال النبوة، فانت اذا ندمت هي دي التوبة، والتوبة يقابلها فرح من الله. فلا تعظم المعاصي عندك عظمة تيأسك من رحمة الله، فهمت؟ ده مش كده وبس، ده ربنا بيكرم الإنسان يقول له إيه؟ يبدل سيئتين حسنات. ده ممكن مع حسن التوبة ربنا يخلي المعاصي حسنات، يعني المعصية الكبيرة أما تتقلب تبقى حسنة كبيرة، والمعصية الصغيرة أما تتقلب تبقى حسنة صغيرة. شفت رحمة ربك، يقلب المعاصي إلى يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبقى في نوع ربنا يكفر عنهم سيئاتهم، يكفرها يعني إيه يغفرها لهم، وفي نوع تاني أما يكون توبته أقوى مش يكفر له سيئات، لا ده يروح قلبها له حسنات. ليه؟ اللي معاصيه كانت سببا في ذله وانكساره ودافعا الى التوبه ودوام الطاعه تصير معاصيه هي عين الطاعه، فاهم؟ فتتقلب حسنات، فاهم؟ واللي معاصيه اورثت في قلبه انكسار ولكن ليس انكسار كامل، وخضوع ولكن ليس خضوع كامل، ربنا برحمته يكفرها له بس لكن ما يخليهاش حسنة، بس ايه يغفرها. فهو على قدر انكسارك وذلتك الى الله وخوفك من الله تصير المعاصي حسنات او تكفر السيئات، فهمت؟ شوف الامام الشافعي مثلا وهو على فراش الموت قال كلام حلو، يقول ايه وهو على فراش موته الامام الشافعي رحمه الله محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله ونفعنا الله به وبعلومه وجزاه الله عنا خير، فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما،
فعظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. فما زلت ذا جود وفضل ومنة، تجود وتعفو منة وتكرما. بيكلم ربه وهو على فراش الموت، فربنا اداله هنا حسن الظن بالله فمات على خاتمة حلوة. الإمام الشافعي اللي قضى عمره كله في أمور الشريعة ويعلم الناس وصنف مصنفات لحد الوقت المسلمين بيفكوا في رموزها وبيستفيدوا منها إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة. وأنت اللي ما عملتش حاجة قاعد حاطط في بطنك بطيخة فيه، حاجة غريبة. فما زلت ذا جود وفضل ومنة، تجود وتعفو منة وتكرما. فيا ليت شعري هل أطير لجنة أهنى، وإما للسعير فأندما. يعني هو في مشيئة الله مش عارف، لكن هو جعل رجاءه في الله سلم، ولما ذنبه كبر قارنه بعفو الله، لا عفو الله أكبر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. دخل الجنيد رحمه الله على شيخه اللي هو السري الصقر، كان شيخه السري الصقر، فوجده مقبوضا متضايق شكله زعلان كأنه سمع خبر ضيق. فقال له ما لك أيها الشيخ مقبوضا؟ فقال دخل علي شاب فقال لي ما حقيقة التوبة. يسألني شاب جاء يسألني يقول لي ما حقيقة التوبة؟ فقلت ألا تنسى ذنبك؟ فقال لا، حقيقة التوبة أن تنسى ذنبك. فعرف أنه هو مقامه أقل، أن الشاب سابقه فانقبض، عرف أنه ضيع عمره والشاب هو سابقه وهو راجل كبير، ولكن هما الاثنين الحقيقة في صواب، الاثنين صواب. أهل الايه البدايات لا ينسى الذنب فيكون دافعا للطاعة، فإذا تقدم في الطاعة غلب عليه الحسن الظن بالله فينسى ذنبه أملا في كرم الله. فهي كلها مراحل، لكن الاثنين صح، التوبة ألا تنسى ذنبك أو تنسى ذنبك حسب حالك ومقامك مع الله، الاثنين صح. سيدنا فقال له ايه الشاب بل التوبة ان تنسى ذنبك. ثم خرج عني. قال الجنيد الصواب ما قاله الشيخ، الجنيد تلميذه، الصواب ما قاله الشيخ الشاب، لاني اذا كنت في حالة الجفاء ثم نقلني الى شهود الصفاء فذكر الجفاء في حالة الصفاء جفاء. فيبقى ده انتقل الى شهود الصفاء، فهو في شهود الصفاء يجي يفتكر الذنب العتاب جفاء، صح ولا لا؟ فيبقى احسن حاجة تعيش في الصفاء فتنسى بقى الذنب، انما طول ما انت في البعاد افتكر الذنب. ثم قال انت ليه بتستصغر ذنوبك؟ واخد بالك ازاي؟ لان انت ما تعرفش ربك، او لان ربنا كريم. فبيقول ايه؟ فان من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه. فان من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم؟ يوم الانسان يقول ايه؟ كرمك يا رب، هو اللي غرني كرم، مش انت كريم؟ انا اتغريت بقى عشان انت كريم بقى، فهمت؟ لان لو بخيل هتطمع في البخيل، البخيل مقيح مش هيدي لنفسه حاجة فضلا عن انه يديه، لكن الكريم هو اللي الناس تطمع فيه، صح؟ فمن في اكرم من الكريم سبحانه؟ فبيقول فان من عرف ربه يعني بكرمه وعفوه استصغر في جنب كرمه ذنبه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم لمن تاب.
يبقى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم لمن تاب، وأن عذابي هو العذاب الأليم لمن لم يتب. فهمت؟ يبقى إذا كنت أنت في حال التوبة يبقى رب غفور رحيم، إذا كنت في حال المعصية يبقى إن عذابه هو العذاب الأليم. فتفهم وقع الآيات يختلف. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أذنبتم حتى تبلغ خطاياكم عنان السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم، ولو أن العباد لم يذنبوا لذهب الله بهم ثم جاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم وهو الغفور الرحيم. سيدنا أبو العباس المرتي اللي هو مدفون في الإسكندرية، ليه مقام يزار في الإسكندرية معروف، تلميذ ووارث حال السيد أبو الحسن، أبو الحسن الشاذلي، هو اسمه كده الشاذلي لأنه أنت الشاذلي، جاءه هاتف وهو في الخلوة: أنت الشاذلي، أي شذ عن الخلق إلى الحق، فصار شاذ لله فسمي الشاذلي. فهمت؟ ده نطق السليم يعني، أبو الحسن الشاذلي. تلميذه بقى وارث حاله مين؟ سيدي المرتي أبو العباس. وتلميذ المرتي أبو العباس وارث حاله مين؟ ابن عطاء صاحب الحكم. سلسلة واحدة. الشيخ المرتي أبو العباس كان ليه ورد كده، أنا كنت قريته من سنين، كنت إيه مستعجب له وأقول أنا شطحات المتصوفة. أيما قلت دي شطحات الناس المتصوفين دول، ليهم شطحات يا عم احنا من، لكن مش معترض، انا قلت دي شطحات بيبقى لهم احوال فما تيجي تقراه، لكن الواحد فهمه بعد كده لما قدم شويه وفهم يعني حقيقه الامور، ما خدش الامور كده بعجل، لقاها انه واضح قوي. فيقول لك ايه بقى؟ بيقول في الورد بتاعه في حزبه، ليه حزب؟ هو حزب مجموعه ادعيه. الهي معصيتك نادتني بالطاعه وطاعتك نادتني بالمعصية، ففي أيهما أخاف وفي أيهما أرجو؟ إن قلت بالمعصية قابلتني بفضلك فلم تدع لي خوفا، وإن قلت بالطاعة قابلتني بعدلك فلم تدع لي رجاء، فليت شعري كيف أرى إحساني مع إحسانك، أم كيف أجهل فضلك مع عصيانك. شفت الكلام الجميل؟ إلهي معصيتك نادتني بالطاعة، لأن المعصية توجب التوبة، فما تعمل المعصية تطلب منك التوبة، يبقى المعصية تطلب الطاعة. وطاعتك نادتني بالمعصية، ولما جيت فعلت الطاعة أعجبت بنفسي، إيه الحلاوة دي، فعصيت فجوزت الطاعة. فهمت؟ وطاعتك نادتني بالمعصية حيث أني رأيت نفسي طائعا ولم أرى فضل الله علي. فهمت؟ وطاعتك نادتني بالمعصية، ففي أيهما أخاف وفي أيهما أرجو؟ ما أنا محتار، أنا وأنا في المعصية أبقى خايف ولا أرجو، وأنا في الطاعة أبقى أخاف ولا أرجو، أنا حيران. فهمت؟ إن قلت بالمعصية يعني أخاف في المعصية قابلتني بفضلك فلم تدع لي خوفا، يعني قلت إن قلت أنا هخاف في المعصية افتكر فضلك، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه ان الله يغفر الذنوب جميعا، قابلتني بفضلك فلم تدع لي خوفا، وان قلت بالطاعه قابلتني بعدلك، والله خلقكم وما تعملون وما توفيقي الا بالله، فالله هو الذي وفقك للعمل، انت لم تفعل شيء، الفاعل هو الله، ولو هيبتدي حسبك بقى بالظبط ويديك اجر بالعدل مش هديك حاجه، لان ده هو اللي وفقك وهو اللي خلق وهو اللي اداك وهو اللي امدك، انت بدون الحاجات دي انت ما عملتش حاجه، فلو هيحاسبك بالعدل مش هديك حاجه. انا اديتك 1000 جنيه من معايا وقلت لك ال 1000 جنيه دي روح اشتري لي بيها البضاعه الفلانيه، جبت البضاعه الفلانيه بال 1000 جنيه، يبقى انت عملت ايه؟ دفعت حاجه من جيبك؟ مالكش حاجه. هنقعد نتحاسب من الحياة، نتحاسب على ايه؟ هو انت دفعت حاجة عشان اديك؟ ما انت ما دفعتش حاجة يا ابني، انا اديتك الالف وجبت لي الحاجة دي من على الرف بالالف، حطيتها وجبتها بالالف واديتها تاني،
تقول لي حاسبني بقى اديني اجري. اجرك ايه يا ابني وانت دفعت حاجه عشان تحاسب؟ كذلك مع الله، كل الطاعات من الله، القوه كلها من الله، لا حول ولا قوه الا بالله. وان قلت بالطاعه قابلتني بعدلك فلم تدع لي رجاء، فليت شعري كيف ارى احساني مع احسانك، ام كيف اجهل فضلك مع عصيانك. يعني جناحين، خوف ورجاء، جناحين الخوف والرجاء متوازنين بيرفرفوا كده يقوم يوصل، انما لو رفرف بجناح واحد يقع. فلازم جناح الخوف والرجاء. يبقى دل على ان العارف بالله لا يقف مع طاعه وان عظمت، ولا يقنت مع معصيه. واخد بالك؟ واخد بالك ازاي؟ وان عظمت، يبقى لا يقنط من معصيه وان عظمت، ولا يقف مع طاعه وان عظمت. فيقوم يقول لك ايه؟ لا تغيير اذا قابلك عدله، لا تغيير اذا قابلك عدله، ولا كبيرة اذا واجهك فضله. يعني لو ربنا هيعذبك بقى ويعاملك بالعدل، الصغيره هتصير كبيره يا عم، هتبقى ايه في داهيه في داهيه. فبالك لو قابلك بعدله فلا صغيره اذا قابلك بعدله، هتبقى صغيره يا عم، هيحاسبك، هتبقى كبيره قوي، لان اذا قرنتها في حق الله مفيش صغائر، حق الله كبير. ولا كبير إذا قابلك بفضله، فإن رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. المعصية الكبيرة عايزة لها رحمة كبيرة قدها، والمعصية الصغيرة عايزة لها رحمة صغيرة على قدها. فكلما عظمت المعاصي عظمت الرحمات، وكلما قلت المعاصي قلت الرحمة المطبقة دي. فإن رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم، فلا صغيرة إذا قابلك عدله، ولا كبيرة إذا قابلك فضله. يبقى أنت عايز إيه؟ ربنا يعاملك بالفضل مش بالعدل. يبقى الأعراض السابقة دي كلها أعراض موت القلب، ثم بعد ذلك يتكلم على إذا عرفت أنت أعراض موت القلب وكيف أنك تحييه بالذكر وبالرجاء والخوف وبدوام الأمل في الله مع دوام البعد عن معصية الله، يبقى أنت كده إيه؟ قلبك بقى حي، وتبدأ التجليات الإلهية والتعرفات الإلهية تبدأ ترد على القلب اللي هو بقى حي بقى. هو الحي هو اللي يدرك، إنما طول ما القلب ميت لا يدرك. يعني البني آدم اللي ميت في الحس ده ما يعرفش الدنيا منورة ولا مظلمة، ولا أنت بتقرصه ولا ما بتقرصوش، ما هو مش جارين جثة. لكن القلب أول ما يبقى حي يبتدي بقى يبقى أهل للتجليات الإلهية فيدرك، فيبتدي بقى إيه؟ يتكلم على إيه؟ على الواردات الإلهية التي تأتي على القلب إن شاء الله غدا، وهيبقى آخر درس بقى إن شاء الله غدا بإذن الله. وكل عام وأنتم بخير، ونبقى كده تقريبا خلصنا خمس الحكم، خمس الحكم في الشهر إن شاء الله، تخلص في خمس رمضانات إن شاء الله بإذن الله. سبحانك اللهم.